مسابقة الديوان الوطني للثقافة والإعلام الموجهة للأطفال في القصة والرسم في إطار الاحتفال بالذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية تحت شعار نوفمبر بعيون أطفالنا. المسابقة تتزامن واستئناف برنامج الطفل عبر كافة أو كل الفضاءات التابعة للديوان وتختتم في 20 من شهر أكتوبر المقبل، وهي خاصة بالأطفال بين سن 6 و14 سنة. وستسلم الأعمال المشاركة على مستوى قاعات الديوان أثناء برنامج الطفل الأسبوعي، على أن يتم الإعلان عن الأعمال الفائزة في الفاتحة من شهر نوفمبر من قبل لجنة تحكيم مكونة من كاتب وفنان تشكيلي وصحفي.